في صيف عام 1988 شهدت العاصمة الكورية الجنوبية سيول حدثا رياضيا استثنائيا كتب فيه أبناء المغرب فصلا مشرقا في تاريخ الألعاب الأولمبية. كان الأبطال الثلاثة إبراهيم بوطيب وسعيد أويطة وعبد الحق عشيق على موعد مع التاريخ ليرسموا بعزيمتهم وإصرارهم لوحة رياضية فريدة. بطل 10,000 متر إبراهيم بوطيب يصنع المعجزة في مشهد درامي. حطم الشاب المغربي إبراهيم بوطيب ابن 21 رابعا كل التوقعات بخطواته الواثقة واستراتيجيته المحكمة. تخطى بوطيب عمالقة المضمار ليخطف الذهب في سباق 10,000 متر. لم يكن مجرد فوز بل كان إنجازا تاريخيا جعله أصغر عداء عربي يعتني منصة التتويج الأولمبية. عندما عاد بوطيب لوطنه حاملا ذهبه الثمين كان في استقباله الملك الراحل الحسن الثاني، وفي لفتة ملكية نبيلة رفض الملك الاحتفاظ بالميدالية مؤكدا أنها أمانة يجب أن تبقى مع صاحبها وأبنائه لتكون شاهدة على لحظة فخر وطني خالدة. لا يعطيك الصحة، بارك الله فيك أبو طيب، الله يجازيك بخير، خلي عندك الله تعالى، خلي يشوفها وليدات وليداتك عافاك. أنت عطيتي أنا عطيتها لوليداتك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. الله يعطيك الصحة. The University of Virginia in America. سعيد عويطة برونزية بطعم ذهب في مضمار 800 متر. كان سعيد عويطة على موعد مع التحدي. رغم الإصابة ووجود منافسين أقوياء استطاع عويطة أن يقتنص الميدالية البرونزية بأداء بطولي. لم تكن هذه المرة الأولى التي يتألق فيها عويطة أولمبيا، فقد سبق له الفوز بذهبية 5,000 متر في لوس أنجلوس عام 1984. In third place, Saeed Awita and Elliot, a very gallant fourth. ليؤكد مكانته كأحد أبرز العدائين في تاريخ ألعاب القوى المغربية والعربية. عبد الحق عشيق أول ميدالية مغربية في الملاكمة. كتب عبد الحق عشيق التاريخ بطريقته الخاصة في منافسة وزن الريشة. قدم عشيق أداء بطوليا عبر 4 نزالات قوية ليحصد أول ميدالية أولمبية مغربية في تاريخ الملاكمة. رغم خسارته في النزال النهائي إلا أن برونزيته كانت بمثابة فتح جديد للملاكمة المغربية على الساحة الأولمبية. ستبقى دورة سيول 1988 محفورة في ذاكرة الرياضة المغربية والعربية. 3 أبطال، 3 قصص ملهمة، و3 ميداليات تروي حكاية وطن عانق المجد الأولمبي. إنها ليست مجرد إنجازات رياضية بل هي دروس في العزيمة والإصرار وإلهام للأجيال القادمة لتحقيق أحلامهم مهما كانت التحديات.